أهلا وسهلا فيكم في الحلقة 11 من الطريق إلى كندا. إحنا الآن موجودين في بارك في حديقة عامة، وبس حبيت أبدأ لكم عن الحلقة 11، خليكم معنا وشوفوها. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم في الحلقة 11 من الطريق إلى كندا. اليوم بدنا نحكي عن موضوع مهم اللي هو الهجرة لكيبيك أو مقاطعة كيبيك. طبعا هون حكينا إحنا عن الـ Provincial Nomination، وحكينا إنه في طريقة إنك تتواصل مع المقاطعة في البداية، وبعدين هم بعطوك ورقة تثبت إنهم هم Recommend you for Immigration، بعدين بتقدم على الفيدرال الإكسبرس إنتري. الكيبيك تقريبا نفس الطريقة بس إلها رولز خاصة فيها. الفيز تبعتها $1,040 للشخص، مدتها تقريبا من 15 ل 17 مانث. شو اللي بصير؟ انك بتروح بتقدم اول اشي على مقاطعة كيبيك، اوكي، ومن مقاطعة كيبيك بتطلب انك تشتغل عندهم as a skilled worker immigrants. ففي 2 steps. اول واحدة انك to apply for عن طريق الـ government of Quebec للـ certificate de selection de Quebec اللي هو يثبت انهم محتاجينك او طالبينك، وبعدين هم هناك بيعملوا assessments، وبعدين بس عطوك اياه بتروح بتقدم على الموقع هذا. خلينا نشوف بس موقع الgovernment تبع كيبيك شو بيحكي. هون هذا هو موقع الgovernment تبع كيبيك، بيحكي لك immigration to Quebec to work، هون how to apply، هذه في portal كل اشي online بتقدم فيها. هاي البروسيجرز عامل لك اياها 1 2 3 4، من اول ما تقدم لحد ما تحصل على سيليكسيون دي كيبيك. اوكي، هلا اذا حصلت عليه بقول لك هون هو كان ابلاي، حصلت عليه خلاص بتروح بتسوي الابلكيشن العادي. طبعا هذا سهل جدا، بس من احد شروطه انك تكون متحدث بالفرنسية، بدك تحكي اتليست يعني شوية فرنسي، بدناش نحكي بيرفكت فرنسي بس لازم يكون عندك فرنسي. بعدين راح يطلبوا منك بيومتريكس اللي هم بصمات القزحية والايدين، والابليكيشن راح تقدم كمان غير هذيك المصاري، راح تقدم فيز للبيرمننت ريزيدنس وللبيومتريكس، للميديكال اكزامينيشن، بوليس سيرتيفيكيت، وللإديوكيشن. هذه كلها مبالغ ثالثة راح تقدمها. هون معطيك فيديو بسيط كيف تقدم. موضوع سهل جدا وبسيط. اول اشي زي ما حكينا لازم تقرأ شو المطلوب في كيبيك، شو الشغل. كتير ناس بعرفهم بيجوا على كيبيك. هلا اذا دخلت على كيبيك تقدر تطلع بعد فترة بسيطة، يعني مش شرط انك تجلس في كيبيك. كيبيك مقاطعة جميلة جدا، من تاني اكبر مقاطعة موجودة في كندا، فيها عدد سكان كبير، فيها مدينة كبيرة اللي هي مونتريال، مدينة كيبيك سيتي اللي هي العاصمة تبعت المقاطعة، ومدينة جاتينو، شيربروك، لافال، مدن كبيرة فيها، وفعلا جميلة وسهل المعيشة فيها خاصة للمهاجرين الجدد. ف يعني هذا الإيميجريشن لكيبيك، وإن شاء الله نراكم في الحلقات القادمة، وأهلا وسهلا فيكم. إذا أعجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة واعملوا شير مع أصحابكم.